لم يعد بوسع المنظمات الطبية تحمل الهجمات العشوائية. هذا ما ترجمه بيان لأطباء بلا حدود، بيان أصدرته المنظمة مؤخرا وأعلنت من خلاله إخلاء موظفيها من 6 مستشفيات بسبب ما وصفتها بعمليات القصف العشوائية من قبل التحالف، آخرها تلك الغارة التي استهدفت مستشفى عبس بمحافظة حجة وأسفرت عن سقوط أكثر من 15 شخصا. لم تعلن المنظمة تعليق نشاطها ولم تجل موظفيها من كافة المحافظات باستثناء محافظتي صعدة وحجة، التي قالت المنظمة إن المستشفيات التي تدعمها تتعرض لهجمات متكررة، فيما أشارت إلى أنها ستستمر في إصدار التحديثات عن عملياتها من خلال صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. التحالف العربي بالمقابل عبر عن أسفه الشديد لهذا الإعلان وأكد تقديره للعمل في هذه الظروف الصعبة، مبديا التزامه بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي في كافة عملياته. وقال التحالف إنه أنشأ فريقا مستقلا مشتركا لتقييم الحوادث للتحقيق في التقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين. ليست المرة الأولى التي توجه أطباء بلا حدود التهمة للتحالف باستهداف طواقمها ومراكزها الإسعافية، فقد سبقتها سلسلة من الاتهامات والبيانات المنددة. بالمقابل نافى التحالف وطالب بتقديم إثباتات والتحقيق في كل عملياته. وبغض النظر تبدو مساحة العمل الإنساني والإغاثي في اليمن مهددة وغير آمنة، فجائحة الميليشيا جعلت من البلد ساحة حرب ومقبرة.